خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار نبض 100 عقبة، وفي نبض 100 عقبة فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبلس بنتيجة 28-26 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح الثلاث على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك، وده كان ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقديم أو بتقدم الزمالك بنتيجة 16-9 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 28-26، ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره الجزيرة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8 مساء على صالة المركز الأولمبي بالمعادي في إطار الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين. يقود الفريق كلا من حسن يسري رئيسا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرا فنيا، وأحمد رمضان مدربا عاما، وإيهاب محسن مدربا، ومحيي صلاح مدربا للحراس.